البداية الكروية الحقيقية. نعيش الليلة اللقاء لنلقن ها هي البداية. إذن عبد الله يحاول لعب كرة بينية غدارة، تسديدة ثانية هنا. ملعوبة قصيرة من توني كروس، وزع الكرة لكن العرضية تبقى بعدها. قد يلعب العرضية الآن. بنزيما في موقع التسلل. يرسل كرة طولية إلى المساحة الفارغة. مودريتش والكرة إلى الجانب الآخر وتصل إلى مارتشيلو. ها هو مارتشيلو يقطع التمريرة. عبد الله صبري على اليسار وسط ياسنتار يلعب كرة بينية ساقطة. صنع فرصة رائعة. كرة طولية في المساحة الخالية. إذا كنتم قد انضممتم لمتابعتنا الآن فالمباراة خالية من الأهداف. الأهلي يعاني للاحتفاظ بالكرة. توسيع على الرواق. كازيميرو يبعد الكرة على منطقته. كرة طولية إلى الأمام. مودريتش يوزعها باتجاه منطقة الخطر. وترجع الكرة إلى الحارس. عمل رائع على الجهة اليمنى في انتظار الكرة العرضية. صبري يلعبها طولية. كرة طولية إلى الأمام. تسديدة بارعة. أبعدها وأنقذ الفريق من خطر محقق. يقرر لعب كرة نحو خط الوسط. هناك إمكانية التسديد الآن. سيتابع الكرة. وسيسدد الآن بالتأكيد. كل الشكر والتقدير والعرفان وإزالة الخطر من المكان. يريد لعب التوزيع في المنطقة. تسديدة. الكرة ويتزحلق تجاهه كازيميرو والكرة ملعوبة إلى الأمام. يحاول أن يلعبها بينية. كرة للجناح مرت البينية ووصلت إليه. وتخرج الكرة إلى الرمية التماس. كازيميرو يصاب. سليماني مارتشيلو يقرأ الكرة بطريقة ممتازة. عبد الله تنطلق الصافرة لإعلان نهاية الشوط الأول.
إن لم يتلقى أي منهما أهدافا إلى حد الآن، ولا تزال النتيجة 0-0. على الرغم من غياب الأهداف وعدد الفرص، إلا أن المباراة كانت مليئة بالنتائج. مسألة وقت يا ناس، ولا يمكن أن تنتهي الليلة نتيجة بيضاء بكل هذا الحماس. تسديدة قوية كانت قريبة للغاية، لكن طالما لم تدخل المرمى فلن تحتسب. مارتشيلو، توني كروز يلعب كرة بينية، ها هو مارتشيلو يحاول تمريرها عبر الدفاع، لا يمكن القول سوى خارج المرمى فحسب. صبري، إنه من اللاعبين الذين يحبون مواجهة المدافعين والتفوق عليهم، هذا هو المتوقع. والدفاع يبعد الكرة، تناقل جيد للكرة، الكرة للأمام، كرة طولية في المساحة الخالية، ستذهب الكرة إليه. يا سلام يا سلام، هذه مباراة ندية لا تخلو من الفرص، لكن تبقى بدون أهداف حتى الآن. وبوصولنا مشاهدينا الكرام إلى القسم الثاني من شوط المباراة، يبدو أن اللقاء سيكون أبيض حتى صفارة النهاية. مودريتش يحاول لعبة بينية، مناورة رائعة، تمريرة أرضية بأمال تهديفية. كازيميرو، ها هو بنزيما، بيل، ها هو بنزيما، عبد الله، مودريتش شكل المنافس بعض الخطورة لكنه وجد كل التصدي. كرة طولية إلى الأمام، وجد تسويبة قوية ويضعها في المرمى. لم يكن في الامكان افضل من مكان، والكره في افضل مكان. عبد الله يرسل كرة طولية إلى المساحة الفارغة، والحارس يلعبها بعيدة عن مرماه. كرة معتادة ودفاع فوق العادة. الأهلي وإمكانية التماسك للحظات قليلة من أجل تحقيق الفوز المأمول.
Thank you.